البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم واحد الحريشات في الفران، كيجيو غسلان، وقلت نتقاسمهم معكم ان شاء الله. وغادي ندوزو المقادير دغيا دغيا. اللي درتو معكم غادي هو هذا. غادي ندير واحد البيضه، عندنا بيضه، وغادي نديرو معاه نص كاس ديال سنيده، وغادي ندير واحد فريته ديال الملحه، وغادي نخلطو هادشي هكايا مزيان. كنت قاصه، قلت نوض ندير الدراري شي حاجه، بغاو الحريشات هادو في الفران، قلت نتقاسمهم معاكم. كنديرو دانون مسوس عندي ديال وزن 125 غرام هنايا، غادي نخلطو هادشي. غادي نديرو نص كاس ديال الزيت، مقادير سهله موجوده في البيت الحمد لله. واللي عنده فاني يدير فاني سائله او ديال الخنيشات، انا غندير هي المذاق ديال القشور ديال التشين، كيعجبني فيها التشين كتجي زوينه. المهم الواحد اللي عنده موجود في دارو يديرو، ما غاديش يكلف على راسو. المهم كتخلط هادشي مزيان، غادي نديرو الكاس الاول هو 3 ديال الكيسان ديال السميده، غادي نديرو كاس الاول، غادي نخلطو حنايا عينا ميزاننا. ها الكاس الاول كنخويوه، وعندنا هنايا الخميره ديال الحلوه 16 غرام، وكنخلطو كلشي هيب كويت ديال اليد، سهله بزاف. غادي نزيدو الكاس الثاني، كاس ديال راكم عارفين ديال العنبه، ديما هذا هو اللي كنعبرو به في اي بيت راه موجود. ما كتقيسش كاع يديك نهائيا، غير بفوت او المعلقه. غنزيدو الكاس الثالث، وغادي نديرو بشويه بشويه تنشوفو، اما ندخلوه كامل اما النص على حسب، ما تزيدوش بدقه وحده. لان السميده كاينه اللي كتشرب وكاينه ضنيت. غادي نزيدو كامل صافي، 3 ديال الكيسان كندخل هاد الحريشه. المهم بط واخا تشوفوها هكايا جاريه شويه، غادي نخليوها، راكم عارفين السميده كتشرب. غادي نغطيوها واحد 10 دقائق ونخليوها تتشرب ونطلقوا ان شاء الله. المهم البنات ها هي دي، من بعد 10 ديال الدقائق كنجيبو هنايا سميده، وعندي انا هاد ليمون
غنديرهم هنايا في هاد الليمون تيجيو مزوقين. بغيت نديرهم هنايا، درت لهم شويه ديال الزيت ودهنتهم شويه ديال ودرت لهم السميده، وغادي نهزو بهاد الطريقه. تكون عندكم في يديكم هذا اما الزيت اما زليفه ديال الماء، وكنديروهم هنا في السميده. وغادي نحطهم هنايا ليمون، غادي نزقرصوهم هكا، غنزيد معكم حيدة اخرى. هانتوما، لان هاد الليمون عندي انا فيهم الزواقة من التحت، غادي تجي ملي غادي نقلبهم غادي تجي ديك الزواقة فيهم في لوجيه، تيجيو زوينين. ديرهم هكا، زيد وحده اخرى، الحريشات كيجيو غزلان، كتبدل عاود الشكل ديال الحرشه ديال المقلا ولا هذا، عاوتاني كدير هادو ديال الفران، تا هما كيجيو زوينين. هاد الطريقة، ونبقى ماشية تنكمل الحرشه اللي عندي كامله، وان شاء الله نطلق. ها انتما كتشوفوا كي جانا، جاونا الحريشات ديالنا، جاونا على هذا الشكل هذا، جاونا بشكلات مختلفه، وبدلت الشكل عاوتاني شويه من حرشه عاديه ولا الحرشه حريشات صغار ولا هادو. هادو في الفران كيجيو رائعين، وراكم شفتوا ان شاء الله غادي تشوفوا المقادير. السلام عليكم. اهلا. مرحبا جدا. اهلا وسهلا. الحمد لله. كتشجل؟ كنشجل. تجي ديما تجي مع 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 الوقت ديالي. انت مهمسك. الحريشات معمرين ولا؟ لا لا، هي حريشات عاديين. المهم نقسم معكم وحيده، ها انتم كتشوفوا كي كيجيو. جات بحال غريبه هذا. كتجي غزاله، كتجي هشيشه وفتيتيه. وهادشي اللي كاين. شي كويس ديال القهوه ولا اتاي ولا. صافي. انا ليها دابا. هادشي اللي كاين. ونتمنى من الله يعجبكم هاد هاد الحريشات وينالوا الاعجاب ديالكم، وتجربوهم في ديوركم ان شاء الله. بحق شوف انا ان شاء الله غادي نذوقهم وغادي نرد عليكم. فيديو اخر، فيديو اخر، فيديو اخر ان شاء الله، لان دابا انا عاد جيت دابا حتى عطاتني الريحه ديالهم، داك الشيء الريحه ديال التشين. درتي له التشين؟ لا درتهم التشين. علاه عطيتي الريحه ديال التشين؟ القشره ديال التشين. القشره ديال التشين، هي القشيره هذيك. المهم نتمنى هاد الحريشات ينالوا الاعجاب ديالكم، الحريشات وديرهم في البيوت ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله يكون هاد الفيديو خفيف وطريف، وما تنساوناش من اللايكات والاشتراك وتبارطاجيوها مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده. واللي مازال ما تابوناش يتابونا فلاشين ديالنا. ومرحبا بكم، مرحبا. شكرا شكرا على على سميتو، على الدعم ديالكم، الدعم ديالكم. وهذا تخلينا نزيدو القدام. هادشي اللي كاين، كنشكر خوتنا الجزائريين كاملين، وكنشكرهم من كل قلبنا لانهم كيعجبونا. واخواننا ماشي والمغاربه كذلك، وجميع اللي كيدخل عندي كلهم مرحبا والف مرحبا. جميع الدول العربيه من المحيط الى الخليج. واش نقول لك؟ نزيدو شي حاجه اخرى ولا بارك؟ صافي بارك، ستوب. صافي ستوبين ستوبين. يلا يلا، وكنتمنى لكم امسيه سعيده واحلامنا لذيذه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. وشكرا لكم. يلا ومع السلامة، مع فيديو جديد إن شاء الله. يلا مع السلامة.